بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما بعد نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وذكرنا من سيرته أنه رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه. وكان سعد رضي الله عنه رجلا غنيا ذو مال، يعني كان من أغنى أهل المدينة. ولما قدم عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهو خيره بين زوجتين ليختار يعني ما تروق له، ثم أخبره أن عنده من المال الكثير، يقسم هذا المال شطرين بدون عدد، مش يقول له مثلا عندي 1000 انت 500 وانا 500، لا، عنده مال كثير هو لا يحصيه، فيقول اقسمه بيني وبينك. عنده بستانين يقسمه، هذا بستان وهذا بستان، اخوة عميقة لا تجد لها نظير ولا مثيل. طيب نسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم اخى فقط بين المهاجرين والانصار، ام كانت هناك مؤاخاة ايضا بين المهاجرين والمهاجرين؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين مهاجر ومهاجر، ولكن كله مهاجرين وأنصار؟ مين يقول لي؟ بس يعني الرسول ما لم يؤاخي إلا بين المهاجرين والأنصار، ما الأوس والخزرج دول أنصار، عايزين مهاجرين وأنصار، ولا مهاجرين بس؟ يعني في حصل النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجر ومهاجر، ولا كله فقط كان مهاجر وأنصاري مهاجر وأنصاري؟ ها، ما هو النبي حسن آخى بين مهاجرين ومهاجرين، مهاجرين ومهاجرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا له أخ، يعني طب مين كان أخو النبي حسن؟ النبي حسن آخى بينه وبين من؟ ها، حد يقول لي؟ النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين من؟ بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينه وبين علي بن أبي طالب، فده مهاجر وده إيه؟ وده مهاجر. طيب ما قيمة هذه الأخوة، هذا النوع من التفاعل الاجتماعي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ لها فوائد كثيرة جدا، لها فوائد كثيرة جدا، لكن يعني ما قيمة إحداث هذا النمط من العلاقة بين أفراد المجتمع في مثل هذه الأونة؟ لا شك في فوائد كثيرة جدا من هذا الاندماج. حد يقدر يذكر لي بعض الفوائد كده؟ بعض الفوائد من التحام المهاجرين بالأنصار، فكرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لها عدة محاور وعدة فوائد. حد يقول واحد كده؟ تفضل. نعم نعم، هي نقطة مهمة جدا، وهي نقل، مش العلم فقط، نقل العلم والتربية. لماذا؟ الأنصار جلسوا في المدينة، كم جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير أم قليل؟ قليل قليل، لأن الأنصار كان لقاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة في مكة، فكانوا ينزلوا كل سنة لمثلا لموسم زي موسم الحج، هو موسم تجارة بالنسبة لهم، ينزلوا ففي السر وفي الخفاء يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم. كم تستغرق هذه الزيارة؟ دي مفيش، بكتيرها يوم. تخيل بقى دول بين السنة والسنة يلتقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يوم، فيتعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه أي شيء؟ قليل، هيتعلموا قليل. نعم مصعب بن عمير ذهب إليهم وعلمهم وأدبهم ورباهم، لكن نقول تلقيهم من النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبهم مع على يد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في السنة، كان مرة في السنة، فكان في يعني ضعف في هذا الجانب. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تجعل هؤلاء المهاجرين الذين تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا منه كل شيء،
الأداب والسلوك والأخلاق والمعاملة والعبادة والعقيدة، شربوا كل هذا. لما ينخرطوا في وسط إخوانهم الأنصار تتبادل هذه المفاهيم وهذه المعلومات. يبدأ الأنصاري يسأل: ماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ أي أمر بقى؟ يقول له كذا وكذا وكذا. طب الأمر الثاني كذا وكذا، والثالث يتعلم منه ويتربى ويتخلق بأخلاقه. إذن هذا مفيد جدا لنقل العلم ولنقل التربية إلى هذا المجتمع، هيوفر كثير، هيوفر كثير. ثم مسألة أيضا مهمة، وهي جعل نسيج المجتمع في المدينة نسيج واحد. المدينة نفسها كان فيها الأوس والخزرج، كانت حروب ويعني دائمة وقتال مستمر ودماء تنزف أجيال خلف أجيال، جيل دوت يحارب ويخلص يغيره، يحارب يخلص يغيره، الذرية تموت وتكبر ذرية غيرها وتحارب، أمر مستمر، حرب مستمرة بين الأوس والخزرج. فهذه هشهشة كيان المجتمع في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني مجتمع قوي، لابد أن يحدث نوع من الالتئام والالتحام بين أفراد هذا المجتمع. فكيف يتم هذا؟ أن يكون في نوع من التآخي، القرب. التآخي هذا يعلم، يربي، يربي، هذا هي الأهم، يعلم ويربي. فيبدأ نسيج المجتمع يجتمع ويلتئم ويقوى ويشتد عوده حتى يصبح هذا النسيج نسيج واحد. يا مجتمع المدينة مجتمع واحد قوي، ليس فيه أوس ولا خزرج ولا مهاجرين ولا أنصار. هذه الأسماء موجودة لكن ليست مشهورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع في مشكلة صغيرة تدور بين أنصاري ومهاجري، فقال أو بين أوسي وخزرجي، فقال هذا يا للأنصار، والثاني قال يا للمهاجرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال دعوها فإنها ممتنة. يعني هذه التي دفنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفكرة، فكرة العصبية والقبلية والقومية، هذه الفكرة دفنها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ننبشها وننبش هذا القبر ونخرجها من جديد وتخرج؟ قال دعوها فإنها ممتنة، ما ينبغي لها أن تظهر، ما ينبغي لها أن تسود في وسط هذا المجتمع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يكون هذا المجتمع له نسيج واحد. فكانت فكرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ولهذا نقول إننا إذا طبقنا مثل هذه الفكرة في مجتمعنا أو في أي مجتمع، لا شك أنها ستكون فكرة قوية جدا ولها آثار إيجابية كثيرة جدا. وخصوصا أن كثير منا يحتاج إلى العون والمساعدة. أنت تحتاج إلى من يذكرك بصلاتك، بصيامك، بقيامك، بذكرك، بإنفاقك، بكذا بكذا. فلما يكون بينك وبين أخ آخر روح التآخي وروح الأخوة الإيمانية، لا شك أن هذا يرفع من مستوى العلاقة بين الأفراد ويقوي كذلك الرباط بين أفراد المجتمع الواحد. ففكرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فكرة عظيمة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليها حرص شديد. طيب بين المهاجرين والمهاجرين ما قيمة هذه المؤاخاة؟ طيب احنا خلاص عرفنا بين المهاجرين والأنصار، طيب المهاجرين والمهاجرين ما قيمتها؟ طبعا لها قيمة مادية. كان كثير من المهاجرين أغنياء ولهم مال ولهم ثروة، وكان كثير جدا من المهاجرين أيضا فقراء، فكان لابد من رفع المستوى الاجتماعي بصفة عامة، رفع المستوى الاجتماعي كله، إن المدينة ما بقاش فيها طبقية، ما بقاش فيها أناس أغنياء وأناس فقراء، ولكن لابد إن المدينة كلها يكون فيها إيه؟ مستوى واحد، ولا بأس من وجود الأغنياء. يبقى إذا الناس ما يكونوش في فقر مدقع، ولكن يكونوا فوق مستوى الفقر هذا، في حياة يعني سهلة وبسيطة، قوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اللي جاي على قد الرايح كده على طول، لا يسأل أحد ولا يحتاج لأحد، اللي موجود يكفي. فالمجتمع حتى يكون في هذا الكفاف والكفاية لا بأس، ثم يكون فيه الأغنياء لا بأس بهذا أيضا، طالما أنهم يخرجون زكاة أموالهم وأنهم ينفقون ويبذلون لا بأس بهذا. فكان من الأفكار أو من الفوائد في المؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين يعني إحداث نوع من ارتفاع المستوى المعيشي بين المهاجرين والمهاجرين، بين المهاجرين والمهاجرين، المجتمع كله هيرتفع مستواه، فيحدث نوع من التكافل بين الأفراد،
ونوع من الكفالة بين الأفراد، وكذلك الارتقاء بالمستوى العام. وأيضا كان بعض المهاجرين أعلم من بعض، في واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرعيل الأول من سنة واحد هجري، من سنة واحد بعثة، واثنين وثلاثة واربعة، واحد أسلم في السنة العاشرة، بقى اللي أسلم سنة واحد من بعثة زي اللي أسلم في سنة عشرة. مش معقول، في فرق كبير. إذن يحتاج النبي أيضا صلى الله عليه وسلم لنقل هذا العلم وهذه الخبرة إلى هؤلاء، فكان أيضا المؤخاة بين المهاجرين والمهاجرين، ثم ليكون المجتمع كله يسير بنمط واحد. المجتمع كله مفيش واحد عايش لوحده، مفيش واحد عايش لوحده، مفيش واحد بقى إيه باصص لنفسه بس، ينظر لنفسه فقط، لا دي مش موجودة في المجتمع. ولكن المجتمع كله يبنى على فكرة إن كلنا بنبص لبعضنا، كلنا بنساعد بعضنا، كلنا بنكفل بعضنا، كلنا بنمد يد العون لبعضنا، حتى نكون جميعا جسد واحد وقلب واحد وقالب واحد. فكان المجتمع بهذه الطريقة يكون له قوة، ولذلك مجتمع المدينة كان مجتمع قوي، لم تكن فيه أي نوع من الهزات الاجتماعية التي حدثت قبل ذلك في مكة. في مكة مثلا فيش مجاعة سمعنا عنها في المدينة، ما حصلش مثلا مجاعات في المدينة، رغم أن مثلا في المدينة في مكة كان في حصار وكان في فقر وكان في ضعف في الأموال، لكن في مكة ما حصلش مثل هذه الأمور. المهم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما عرض عليه سعد بن ربيع رضي الله عنه أنه هو يعني يقسم بينه وبين أخيه المهاجر المال والنساء، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. دعا له بالبركة، وذكرنا أنك أنت لابد أنك تدعو لإخوانك بالبركة، إذا كان واحد عنده خير عنده مال عنده رزق ويعطيك منه أو يعرض عليك منه، فأنت تدعو له بالبركة أن ربنا عز وجل يبارك له، مش تحسده تقول ياه كل ده عندك، عندي بستانين ياه بستانين، عندي زوجتين يا زوجتين، وتحسده وتبقى أنت حاقد عليه. لا، بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فالمسلم أصلا يحمل هم نفسه وهم دعوته، لا يعيش عالة على المجتمع. يعني الإنسان إذا لم يعمل وإذا لم يتكسب وإذا لم يجد لنفسه دخلا، إذا المجتمع سيتكفل به، ولذلك المجتمع يعيش معاناة مستمرة، والناس تتعود على البطالة. يعني مثلا في دول أوروبا، في هولندا ودول الاتحاد الأوروبي كلها، ماذا يفعلون؟ أولا الطفل عندما يولد يصرف له راتب، طبعا كلهم عايزين تبقوا أطفال في المجتمع الأوروبي، يصرف له راتب 150 مثلا يورو أو ما إلى شبه هذا. ثم بعد ذلك إذا كان الرجل يكبر ثم لا يكون له عمل عاطل، يصرف له راتب بدل عطلة بدل بطالة. يعني ده هيفتحوا شركة إيركن هناك، كله هيركن، كله هيركن، الفلوس جايه ببلاش، كله جاي فلوس جايه ببلاش، هيشتغل ايه؟ اذا اصبح هناك راتب مخصوص اسمه راتب بطالة، ما زالوا ياخذونه حتى الان. النهارده ممكن يجي 30 في الشهر يصرف تقبض، لغايه النهارده الناس بتقبض بدل بطالة. طبعا دي لا نظر المجتمعات، مجتمع صغير ما فيهوش ناس كتير، مش زينا مثلا. يعني انت لو حسبت اوروبا دي كلها فيها كام بني ادم، هتبص تلاقي يعني الشعب المصري ده يا دوبك ربعهم، اوروبا دي بحالها الشعب المصري يطلع ربعهم. احنا ما شاء الله دخلنا 80 مليون مش كده، يعني حاجه رقم ضخم مش شويه. فتخيل بقى لو مثلا في مجتمعنا عملوا كفاله وعملوا بدل رواتب للبطاله، قالك بقى خلاص الناس اللي مش شغاله هنصرف لها رواتب، ايه رايك حجم الميزانيه اللي ممكن نحتاجها؟ ده هائله، ميزانيه هائله، لان المجتمع كله قول مثلا 80% من المجتمع بطل، 40% شباب دول طلبه، ما بين طالب في الاعدادي الابتدائي الثانوي الجامعه، كل دول يمثلوا 40% من المجتمع. وبعدين حط مثلا 10% من النساء، 20% من النساء لا يعمل كده 60%، 40% من الرجال المفترض بيشتغلوا، كم منهم بقى بيشتغل في ال 40% دول؟ هتجد حوالي 20% او 30% من الرجال دول هم اللي بيشتغلوا، والباقي كله باطل. يعني كل دول عاطل وايه؟ عالى على المجتمع. فبنقول ان المسلم لابد ان هو يبذل يعمل حتى يتكسب ويخفف العبء
ليس على والده وعلى أمه وعلى أسرته، ولكن أيضا على مجتمعه المسلم، على أمته المسلمة. نكون في أمة مسلمة ورعاية مسلمة، فإحنا نخاف على العبء، لا يعني لا نثقل كاهنها بهذه الأعباء. فعبد الرحمن بن عوف ومشار كل دلاني على السوق، وفعلا مش مجرد لا 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 مش عايز معلش انت السوق فين، ولا كان يارجل خليك قاعد ومقاعد ما صدقت لك هو، لا ما فيش كده، دلاني على السوق يا دلاني على السوق، ده راجل محدد هدفه. وفعلا نزل السوق وأيام قليلة باع واشترى، ما رجعش من يوميها، يوم ما نزل السوق لم يرجع إلا ومعه شراب وطعام، من يوميها رجع معه أكل وشرب. تاني يوم رجع، تالت يوم شوية بصير إيه بيتجوز، بيتجوز تخيلوا بيتجوز يعني واحد مفيش معدوم، ويتزوج نتيجة إيه؟ إن هو اشتغل وعمل ثم يعني ربح من هذا العمل ومن هذه التجارة، ثم أول شيء يفكر فيه هو يعرف نفسه، هذا رجل رجل يعني مثلا ليس كبير في السن طاعن في السن بحيث أنه لا يحتاج إلى الزواج، لكن هو شاب يحتاج إلى الزواج. فأول ما فكر فكر أن يتزوج، يبقى اشتغل وبعدين كون شيء يسير مهر، وأم جاي رايح على طول تزوج امرأة منين؟ من الأنصار ولا من المهاجرين؟ من الأنصار، امرأة أنصارية، حتى تعلم أنه يحقق أيضا الذوبان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، الالتحام بين أفراد المجتمع، إن المهاجر مش هيجوز مهاجر بس أو المهاجرية بس، لا، أو الأنصارية يجوز أنصارية بس، لا، الأمر أصبح مفتوح، إن ده مجتمع مسلم أصبح كل الأفراد مسلمين، ده يتزوج من ده وده يتزوج من ده، ليس هناك يعني حواجز قبلية يقولك ده من عائلة فلان ما يجوز من عائلة فلان، ده من قبيلة فلان ما يجوز من قبيلة فلان، لا، ليس هناك أي حاجز من هذه الحواجز القبلية. ولكن هذا رجل مهاجر لما فكر أنه يتزوج تزوج من أنصارية، عشان يقول خلاص بقى إحنا والأنصار بين حاجة واحدة، ما بقاش يشتك أولادي وأحفادي وبقوا أنصار وموضوع المهاجر، العملية بقت إيه؟ المجتمع بدأ يعني يلتحم، بدأ يذوب المجتمع في بعضه ويطلع منه شكل جديد ومجتمع جديد، مجتمع نسيج واحد بقى، وهو أيضا النسيج أصبح نسيج واحد ونسيج قوي. أول ما كون المهر اشترى يعني وزن نوايا ذهب وقدموا مهر لهذه المرأة وتزوجها، وطبعا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بارك له هذا الزواج وقال له أولم ولو بشاء. وهذه كانت سنة، هذه كانت سنة، إن بعد كده اللي يرزق اللي يرزق بزوجة يتزوجها ويبني بها، يبقى على طول عليه إن هو إيه يولم، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذبح، مش يذبح ديك، يذبح يذبح يعني يذبح مثلا شاة أو معزة أو ما إلى ذلك. فقال أولم ولو بشاة، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك. وهنا نرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى هذا المال قليل، عبد الرحمن بن عوف يعمل عمل يسير ويحصل على مال قليل، ولكن لما وجد المال ذهب ليعف نفسه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال بالبركة، بارك الله لك في مالك. وهذه الدعوة لم تكن دعوة جذافية هكذا، ليس لها جذور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أن تكون البركة في هذا المال، مال هذا الرجل لما فيه من الرجولة، هذا الرجل فيه رجولة فعلا، لأنه لو هو بيفكر بطريقة سلبية كان من الممكن جدا بمجرد ما عرض عليه أن هو يتزوج ببلاش كان هيتجوز ومش هيتجوز، دول اتنين ونقل اللي تعجبك من غير تعب، ولا مهر ولا شقة ولا عفش ولا نيش ولا أنتري ولا سجاد ولا ستاير ولا حاجة من دي، هيتزوج زوجة واحدة كان من السهل جدا يتزوجها. لو أنه بيفكر بأسلوب سلبي كان ممكن هو يقسم الحديقة مع الراجل وخلاص، بقيت من راجل فقير معدوم لراجل صاحب أطيان، صاحب عزب، صاحب بساتين، مش كده؟ بقى من يلدير في ساعات. ما صرت لما تسمع ان سعد بن ربيعة ده كان ايه؟ تعرف انه لما يقسم ماله يبقى عبد الرحمن بن عوف يبقى من يلدير في ساعتها، يبقى من يلدير على طول. يعني حاجة ملايين الملايين. سعد بن ربيعة كان غني جدا، من أغنى أهل المدينة، من أغناهم. يعني تقدر تقول لما تيجي تعد مثلا نقول في بلدنا في كام واحد غني بالحلال، لا بلاش بالحلال، واحد غني هتبص تلاقي معدودين عشرة،
دول أصحاب المليارات، اللي بقى بيتنافس وصلوا 70 مليار ولا لسه 60 مليار 69 مليار، عمال يزقوا في بعضهم المليارات، عمال يزقوا في بعضيها، واخد بالك؟ وهو واحد جاي له مليار من الهوا، يا ترى يحطوه في جيبه ولا يعمل بيهم ايه؟ واخد بالك انت؟ جايين للمساكين اللي يا عيني اللي كانوا بيموتوا في غزه، جاي له مليار، فان شاء الله بقى عباس يحطهم في جيبه ويدفى بيهم، وهو بيحط على الرصيد كمل. فالمهم سيدنا من عباس وغيره خلونا هنا، فاحنا لو حسبنا عندنا هنا كام واحد غني؟ تقول 10 10 مثلا، 10 حاجه. ده بقى كان سعد، ده كان واحد مش نقول من 10، واحد من 3 4، واحد من 5 6، لكن كان غني غناء عظيم جدا وبالحلال طبعا. فلما يقسم ماله كان المال وافر. لكن عبد الرحمن بن عوف لم ينظر الى هذا المال الكثير، لم يطمع. وهذه مسألة مهمة، لما أخوك يعطيك تطمع ولا تأخذ فقط ما يكفيك؟ لو كنت هتاخد تأخذ فقط ما يكفيك. ساعات مثلا إحنا حتى في مجتمعنا لو حبينا مثلا نوزع شرايط مجاني، شرايط كاسة مجاني، حطينا الشنطة كده وقلنا كل أخواننا واحد ياخد، يعني اللي عايزه شريط شريطين اللي هو عايزه، ممكن تلاقي واحد خد 10 شرايط، تقول له هتعمل بيهم إيه؟ قال لك هوزعهم، مش أنتوا بتوزعوا برضه؟ أنت مالك أنت اللي تاخد أنت لوحدك، مش كده؟ تبص لي هياخد 10 15 ويركنهم في البيت لما يجي مصيرهم ويتوزعهم. طبعا هل ده تصرف صح؟ مفترض انك انت لما واحد يقول لك خد، اذا اردت ان تاخذ، طب انت لم تتشرف الى هذا الشيء، يعني لم يعني تتوق نفسك ولم يعني تنظر اليه بعين انك محتاج اليه، انت ما بصيتش اصلا للمال، ما بصيتش للحاجات ديت، لكن هي اللي عرضت عليك. طب لما تعرض عليك لك شرعا انك انت تاخذها، لك شرع ان تاخدها تتمتع بها طالما انك لم تسالها. طيب لما تيجي تاخد ازاي؟ تاخد ما يكفيك، تاخد حاجتك، لكن لا يكون هناك طمع. لما بيعرض عليه ماله ما طمعش، يعرض عليه نساء وما طمعش، ولكن لابد ان احنا نجد امام الايثار لابد يكون في عفه. اذا كان اخوك يؤثرك ويعطيك، انت لازم تبقى عفيف، ما تفضلش انت تاخد، انت امتى راح تدي؟ لابد انك انت يعني كما انك تاخذ لابد ان تعطي، كما انك تاخذ لابد وان تعطي. فقال له بارك الله لك في مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ببركه ايضا، فقال اولم ولو بشاه، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك. هذه الدعوه كانت لها اثر عظيم جدا في تغيير اقتصاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أصبح يعني لو وجد حجر يظن أن تحته كنز، لو لقى حجر الكعبل فيه يلاقي تحتيه فلوس، يلاقي تحتيه ذهب، يلاقي تحتيه أي شيء ثمين. تخيل بركة الطاعة وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلنا قبل كده إن إحنا مننا اللي يتكعبل في الأحجار ويتعور ويتكسر ويتفتح دماغه، لكن عبد الرحمن بن عوف لما كان يتكعبل في حجر كان يجد تحته المال، يجد تحته الرزق الوفير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف: فأقبلت الدنيا علي. أقبلت ببركة إيه؟ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. انظر بلا، خلاص انا وصلت لدرجه من كتر الاموال اللي بتجيلي مش عارف بتيجي منين، بقيت متوقع لو جيت ارفع حجر كده الاقي فلوس تحتيه، الاقي كنز تحتيه، الاقي ذهب تحتيه، ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر البركه، انت لا تدري من اين تاتي البركه وكيف تاتي البركه، انت لا تدري. ماشي تلاقي فلوس، تشيل حجر تلاقي فلوس، تدخل في مشروع صغير تجد ارباح هائله، كيف هذا؟ هذا بركة. من أين تلك البركة؟ ممكن تكون دعاء من رجل صالح، ممكن تكون دعوة من أم أنت برتها أو من أب أنت بريته، وكان هذا أثر من أثار هذه الدعوات. إذا الإنسان لا يدري من أين تأتي البركة. وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده، فأرضى عدو الله عمير بن عثمان بن كعب التيمي. بدأت الحروب بقى سنة كام هجرية؟ سنة 2 هجرية،
يدوبك النبي عليه الصلاة والسلام استقر سنة في المدينة. السنة الثانية كان ايه؟ الجيوش بدأت تتحرك. الجيوش بدأت تتحرك. الجيوش لما تتحرك هذا معناه ان الجبهة الداخلية مستقرة ام مضطربة؟ مستقرة. لان تخيل كده ان في عندنا اضطراب في البلد داخلي، هل البلد تستطيع انها تحرك جيش هنا ام هنا؟ ممكن يحصل انقلاب جوه البلد، لا يمكن هذا. فالامور لا يمكن ان البلاد تخرج جيوش الا اذا كانت الاحوال مستقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل مصعب بن عمير عمل على استقرار المدينة، وفعلا المدينة كانت مستقرة. صلوا الجمعة قبل ما يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا جمعة قبل ما يصلي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في استقرار عظيم جدا في المدينة، حتى أنهم خرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود المجتمع اليهودي مع المؤمنين في المدينة، لكن أصبحت لهم شوكة ووجود وأصبح لهم أثر في المجتمع، فخرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية مباشرة يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لمناجزة العدو وللبدء بالطلب، طلب العدو حتى ينشر هذا الدين. فكان يوم بدر وكان عبد الرحمن بن عوف أبلى فيه بلاء حسنا. وفي يوم أحد ثبت حين زلزلت الأقدام، وصمد حين فر المنهزمون، وخرج من المعركة وفيه 24 جرحا. في 24 جرح، يعني 23 25 29 جرح، دخلك سليم حي، خلي بالك، بس خد بالك من عدد الجروح، 20 جرح، خليها 20 جرح. ايه رأيك انت في 20 جرح؟ ولما تعرف انها من غزوة احد تعرف ان الضرب كان والحرب كانت شديدة، ما كانش هزار، كانت حرب عنيفة. 20 جرح بعد ما كان يتصدى لهؤلاء المشركين ويضرب الضربة بعد الأخرى وهو يتحمل ويصبر فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبها جروح عميقة لدرجة أن اليد تدخل في هذا الجرح، يد الرجل ممكن أن تدخل في هذا الجرح. تخيل كده واحد إيده أو بطنه أو رجله فيها جرح، ممكن تحط إيدك التانية فيه كده، يبقى الجرح عميق، مش جرح سطحي، مش جروح سطحية ولا خربشة، لا، دي جروح عميقة. وكان يتحمل رضي الله عنهم. طبعا لما نيجي نتكلم عن جهاده، جهاد عظيم جدا وبذل غير محدود، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالذات لما نيجي نتكلم عنه ممكن جهاده في باب آخر من الأبواب يكون أكثر ثراء من بابه في الجهاد بالسيف وبالسنام. كيف هذا؟ ما كانش بيفوت غزوة، ما فيش غزوة قاعد في البيت، ومع ذلك بذله بالمال كان عالي جدا، كان يفوق ما كان يبذله في غيره، فكان ينوع صور البذل، وكان من أروع الصور عنده صورة بذله بالمال. بذله بالمال هذا ليس فقط مجرد أنه أموال بيخرجها، ولكن المال الذي كان يخرجه منه ما كان يعد تجهيزا لغازيه. غازي يجهز غازيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا. اللي جهز غازي يخرج في سبيل الله، اللي جهزه يجيب له فرسه وسلاحه وطعامه وشرابه ويدفعه إلى ساحة القتال يجهزه، فقد غزا. طيب هو كده بيغزو كم مرة؟ هو بيدخل الحرب هو لوحده، لكن جاهز كم واحد معاه؟ ممكن يكون مجهز 500 300 200 100، كل دول في رصيده بالمال، بالمال الذي كان ينفقه. هو كان يحسن انفاق المال. من اين اتى هذا المال؟ المال العظيم اتى له ببركة هذا الدعاء ثم التجارة. تاجر اغبى اسباب التجارة مع دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت البركة العظيمة. لكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله. لما تيجي تقيس جهاده بنفسه ولا جهاده بماله تحس أن بذل جهاده بماله كتير جدا أكثر مما بذل جهاد بنفسه، رغم أن احنا ما ننساش أنه لم يتخلف عن غزوه، ومع ذلك بذله بالمال فاق بذله بروحه ودمه.
ويقول أيضا إن هذا البذل وهذا الجهاد فاق البذل بالروح، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ينفق كما ذكرنا في تجهيز الغازي، وليس هذا فقط، بل وينفق كذلك على أسر الغزاة ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لو واحد خرج للجهاد في سبيل الله وانت قاعد هنا رعيت بيته وأنفقت على أسرته ويعني خلفته بخير، لم تجعل أبناءه وبيته يحتاج إلى شيء، انت كده أخذت أجر الغازي. يبقى هو جهز الغازي نفسه، أدي واحد، ثم تابع أسرته كانت الثانية، هو أيضا بنفسه يخرج للجهاد ثالثة. انظر أبواب كلها تصب بعضها، أبواب كلها تصب بعضها، فكان الأجور متضاعفة، الأجور متضاعفة، وربنا عز وجل وعد بتضاعف هذا الأجر والثواب، كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. انظر فيضاعفه له، مضاعفة في تضعيف في النفقة التي ينفقها هذا الرجل. وقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المضاعفة، مضاعفة. انظر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة أنبتت سبع سنابل، تخيل حباية حطيتها في الأرض طلعت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذن الحبة الواحدة بقت كام؟ بقت 700. الحبة الواحدة بقت 700، ولا يتوقف التضعيف والزيادة على 700، بل والله يضاعف لمن يشاء، بل والله واسع عليم. أنت لا تستطيع أن تحصي عطاء ربك تبارك وتعالى، وتضعيف هذا الأجر وهذا الثواب على أمرين: المنفق والنفقة. يعني كيف يتضاعف الأجر؟ يتضاعف الأجر أولا لو اعتبرنا المنفق، كلما كنت مخلصا صادقا كان الأجر أعظم. يبقى بالنسبة لحال المنفق، لو كان صادق مخلص في هذه النفقة كان الأجر أعظم، لأنك أنت ممكن تطلع جني وواحد تاني يطلع جني، الاثنين بينفقوا، لكن ماذا تريد وماذا يريد؟ لماذا أنفقت ولماذا أنفق؟ هذا الرجل أنفق ليقال جواد وقد قيل، فيكون من أول من يسحبون على وجوههم إلى النار والعياذ بالله. ده ما خدش حاجة خالص، ده راح النار، مش كده؟ والتاني أنفق جني لكنه كان يبتغي به وجه الله عز وجل، ولذلك ارتقى به أعلى الدرجات. إذن إذا تكلمنا من حيث المنفق فلابد أن نراعي صدقه وإخلاصه، يتضاعف الأجر بالصدق والإخلاص، كما يتضاعف أجر المصلي في صلاته كذلك بخشوعه وحضور قلبه. أنت تواف الصف كما ذكرنا، بل وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي في الصلاة ويخرج وليس له إلا عشرها، ربعها، خمسها، مش كده؟ طب فين الباقي؟ ضاع، ضاع الباقي. لكن واحد واقف وطلع بالصلاة كلها، كسبان الصلاة كلها، إيه اللي فرق بينك وبينه؟ مع إنه جامع واحد وإمام واحد وصف واحد وصلاة واحدة، نحن نصلي كلنا مع بعضنا، القيام، العشاء، التهجد، التراويح، أي حاجة. الخشوع، الإخلاص، الإخلاص هو الذي يميز الأعمال. إذن أول أمر إن إحنا ننظر إلى النفقة من حيث المنفق، لابد من صدقه وإخلاصه. ثم النظرة الثانية ننظر إلى هذه النفقة من حيث موقعها ونفعها. هذه النفقة كم حصلت من النفع؟ ممكن أنت تعطي جنيه لرجل فقير،
خلاص خد الجنيه وانتهينا على كده. لكن لو انت اعطيتها للجنيه لرجل فقير ومحتاج جدا جدا اشد حوجه من الاول، هل الاجر يتضاعف؟ يتضاعف. كلما كان اثر هذا الدفع، هذا المال، هذه النفقه، كلما كان هذا الاثر اعظم واعمق واوسع كان الاجر والثواب. يعني انت تعطي لأرملة، لكنك لما تعطي لأرملة شهيد هذا أعظم، هذا أعظم. دي عطية ودي عطية، لكن لما تعطي هذه صدقة ونفقة، لكن لما تعطي لأرملة شهيد مثلا هذا تعطيه اليتيم، لكن لما تعطي ليتيم لأب شهيد لا شك أن هذا أعظم. إذن النفقة موضعها، ممكن تضع جنيه صدقة في مسجد يعني زي ما بيقولوا خمس نجوم، مش محتاج حاجة خالص، الحنفيات سخن وسائع والموكيت بيتغير كل سنة ومش عارف ايه وايه وايه، يعني الدنيا مش محتاجين حاجة خالص، قاعدين ايه يعني في روضة، الجامع بتاعهم ده روضة خمس نجوم. حطيت في جنيه تبرع، 10 جنيه تبرع، 100 جنيه، لكن المئة جنيه ديت لو حطيتها في مسجد على الطوب الابيض ما فيهوش سجاد، الناس قاعده على التراب، ايه رايك النفقه تختلف ولا ما تختلفش؟ تختلف. موقع النفقه، لما موقع النفقه يكون الحاجه اليه اوسع يكون الاجر والثواب المترتب عليه كذلك اكبر. ولذلك التضعيف هذا، تضاعف هذا في الاعداد وفي الارقام، ده من عند الله تبارك وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء حسب هذه الاشياء، والله واسع عليم. لا أحد يستطيع أن يحصر مدى كرم ربنا تبارك وتعالى وعطاء ربنا عز وجل لمن يبذل ومن ينفق في سبيله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن هناك صور أخرى أيضا للجهاد. جاهدوا المشركين بأموالكم، دي واضحة. كيف نجاهد المشركين بأموالنا؟ نجهز الغزاة، نحن ننفق على الحرب وعلى الجهاد كما فعل عثمان رضي الله عنه، وجهز جيش إيه؟ جيش العسرة، جيش بأكمله جهزه عثمان رضي الله عنه، هو كده جاهد المشركين بماله، أنفق ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، إنك أنت بنفسك تقاتل وتذهب وتفعل، وإن لم تستطع تحدث نفسك بالغزو وبالجهاد لابد من هذا. وألسنتكم، ألسنتكم، أنت لا رحت ولا جيت ولا عارف تدفع، لكن ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش تتكلم، بدل ما تفضل تقول حماس غلطانة، ما تقدرش تقول اليهود ملاعين، ما تعرفش تقول دول معتدين دول إرهابيين، ما تقدرش تقول دول بيقتلوا النساء والاطفال، ما تقدرش انك انت يعني ترد وتدافع عن المسلمين، بدل ما تبقى انت سلاح يطعن في ظهر هؤلاء الفئه التي يعني تعمل لدين الله تبارك وتعالى وتحاول رفع راسك، تحاول رفع راسك فعلا، انت تحاول ان تطعن فيها ويعني تفت في عروضها. خلي لسانك حرب على اعدائك، ليكن لسانك حرب على اعدائك، لا يكون حرب على إخوانك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشتري الألسن، يشتري الألسن، يعني واحد لسانه بيسب فيه المسلمين أو يغتاب في المسلمين أو يتكلم عن المسلمين كان يشتري لسانه، يعني يشتري سكوته، يقول له تاخد كام وتسكت، ما تتكلمش، ما تنشدش، ما تقولش شعرك، فيأخذ وينشد، يؤتى به ثانية لعمر: ها وهقطع لسانك، لغاية ما خلاص وبعدها يتوب. فاهمني؟ إذا ممكن تجاهد أنت بمالك، تجاهد بنفسك، تجاهد بلسانك، وتسكت هذه الألسن الباطلة التي تشيع يعني الضعف والخور والهزيمة وسط الناس. إذا هذا الجهاد له صور متعددة كما ذكرنا. قال: ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله، فها هو ذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجهز سرية. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجهز سرية، جيش صغير هو مش هيخرج فيه. فوقف في أصحابه وقال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال تصدقوا، ده واضح أن الاقتصاد كان يدوبك إيه عن قد، لا يسمح بتحرك الجيش، مفيش قدرة، مفيش إمكانية. لكن هنقعد عشان مفيش فلوس؟ هنقعد يعني عشان معناش فلوس نحارب العدو؟ الغزو لابد لكن مفيش إمكانيات مادية، هل نجلس؟ لو منعت عنك الإمكانيات المادية تجلس ولا تحارب عدوك عشان مفيش؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب التبرع، يفتح باب التبرع. كل من يقدر يفعل شيء يفعله، كل من يستطيع أن يبذل يبذل. فقال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا، أنا طالع حرب. هل النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن السرية في حربه؟ هذه مثلا عشان أنا أريد أن أبعث بعثا يبقى كده أفشل الخطة العسكرية؟ لا، ما بالعكس، هو قال أنا عايز أبعث بعث. إمتى وفين وهنحارب مين؟ كل الكلام ده حد عارفه؟ لا. إذن مش لازم وانت بتلم التبرعات تفضل تعمل اعلان بلم التبرعات عشان كذا وكذا وكذا وهنوديها كذا وهنعمل فيها كذا، وتفضل تحكي حدوته طويله ملاش لازمه. تصدقوا فاني اريد ان ابعث بعثا، كلمات يسيره. الناس ادركت انه يريد المال، يريد حمل الرجال، يريد السلاح، يريد المؤونه، يريد ان يجهز جيش. كل واحد لابد ان هو يبدا يساهم ويقدم يد العون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا. انظر، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا، ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ بادر. في فرق بين أن أنت تسمع تصدقوا وقته، طب أول الشهر، احنا النهاردة 20، الفلوس خلصت ومش كده، وتفضل تطلع حجج ومعاذير ان. لكن انت فعلا لو صادق وعايز تبذل كنت هتبذل. ولعلكم كنتم تنظرون لما عقد المؤتمر السلفي لنصرة اخواننا في غزة، كان هناك جمع تبرعات، وكان في مشاهد جيدة في هذا الجمع الغفير من الناس. الناس كانت بتتبرع، في ناس معاها فلوس بتحط فلوس، خد بالك. لكنك يعني هذا لا تستغربه، ان الناس اللي معاها فلوس تحط فلوس، هذا امر غير غريب، يعني امر ده المطلوب، معاه فلوس يحطها. لكن الذي لا يملك مال ماذا يفعل؟ ولذلك نرى صور جميله جدا، تجد مثلا واحد يخلع السويتر بتاعه، هو معهوش فلوس، او الفلوس اللي في السويتر على قد مثلا، يقلع السويتر بتاعه وهو ده اللي هتصدق بيه فيخرجه. واحد تاني مثلا يقلع الساعه بتاعته ويحطها، ما هو معهوش فلوس. واحد تاني جاي مثلا اخذ الموبايل طلع الشريحه ويحط لك الموبايل، مش مشكله الموبايل ب 150 جنيه ولا 200 جنيه، المهم انه حط ايه. انت ما تبصش بقى للحاجه اللي هو حطها، انت انظر الى قيمتها. ده كان الموبايل بتاعه، ده كان السويتر بتاعه، ده كان اللي بيدفيه في البرد، ولكنه ادرك ان هناك من يحتاج اليها اكثر منه. وكونك تجد هذه الروح، انك تجد من يشعر باخوانه وهم عنه بعاد، بعيد جدا، اخوك الاخر هذا بعيد عنك، انت لا تراه ولكنك تعرف اخباره، ولذلك لما يصل الى قلبك الشعور بالبرد هذا امر عظيم جدا. كان ابو بكر رضي الله عنه اذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرويت. فهمتوا حاجه؟ ايه اللي فهمتوه؟ ايوه، انا حسيت بالري خلاص. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرويت، هو يشرب وانا اشعر بالري، هذا شعور الوجداني، التفاعل الوجداني القوي. فكونك تشعر ببرد اخوانك 5 تحت الصفر، 5 درجات مئوية تحت الصفر، فانت تشعر بهذا البرد. كونك تشعر بهذا البرد وتخلع ما عليك لتدفعه اليهم حتى يرتدي واحد منهم، لا شك ان هذا شيء عظيم جدا. وكذلك
تجد صور كثيرة منهم من يخرج المال من جيبه لا ينظر إليه، ما يعدش فلوس، يطلع في كل اللي في جيبه طلعه ويحطه. ممكن تلاقي فيها تذكرة قطر، تذكرة روماي، مش مشكلة، بس هو طلع كل اللي في جيبه. عايز يقول أنا مش عايز أحجز حاجة، مش عايز أمنع حاجة. صورة لا شك أنها صور عظيمة من صور الإنفاق، تقول لنا أن الجيل الذي نعيش فيه فيه أحفاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأن هذا الدم دم الإنفاق، وهذه الروح التي تسري في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تسري في أرواحنا أيضا. النساء كنا يخلعن الحلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تخلع المرأة قرطها وكل ما تملك تضعه. ما رأيك أن ترى وسط هذه التجمعات أيضا ووسط هذه التبرعات أيضا لمناصرة إخواننا في غزة، تجد المرأة تخلع حلق وتدفعه إلى الأخ حتى يبيعه، فالأخ لا يعرف أين أبيع، فهي تأخذه وتذهب لتاجر الذهب تبيع وتأتي بالمال بالفاتورة وتضعها في التبرعات. انظر، هذا كله ربما يكون أمر عادي، لكن لما ترى طفل صغير يأتي إليك ويناديك حتى يدفع إليك بخمسة وعشرين قرش ربع جنيه وكل هذه لإخواني في غزة، هذه أيضا مشاعر عظيمة جدا. لا شك أن هذا يعطيك بعد عظيم أن الأطفال أيضا يفكرون في إخوانهم في غزة. وكذلك أيضا لما ترى طفل يضع البنبوني أو الشوكولاتة أو المصاصة حتى اللي هو كان يأكلها يضعها في صندوق تبرعات، هذا لا يهزل، ده لا يهزل، هذا الطفل لا يهزل. ولكن تتخيل كده أنك أنت ماشي مع ابنك حب يشتري حاجة حلوة، قال لك أنا عايز مصاصة، ماذا تمثل هذه القطعة من الحلوة بالنسبة لابنك؟ بالنسبة لابنك لما لك عايز اشتري مصاصة، نفسي اشتري مصاصة، تمثل حاجة هو بيحبها. هذه هي قيمة، ان الولد لما دفع بهذه المصاصة او بهذه القطعة من الشوكولاتة او البسكوت او البنبوني، هو دفع بشيء يحبه وكان يملكه. واحد يملك باكو بسكوت بدل ما يأكله حطه، يظن أن هذا الباكو من البسكوت أو هذه القطعة من الحلوى ستصل إلى طفل مثله هناك في غزة يقتل، ربما لا يجد حلوى فقل لعله يأكلها. انظر، معاني عظيمة جدا هذه المعاني، لما نجدها الآن تدب في مجتمعنا نستبشر الخير، نستبشر الخير. ونقول إن هذه من فوائد ومن دروس المستفادة من حرب غزة، هذه دروس عظيمة جدا، كون أن هذه الروح تنبثق من شباب أمتنا ومن أبناء أمتنا ومن أطفالها ومن نسائها. لا شك أن هذه الروح عظيمة جدا. لما تجد حتى الذي يعني يجلس يشرب مخدرات ويراك تحتاج إلى تعليق ساوند أو شيء للكهرباء، يترك هذه المخدرات والذي يفعله وينطلق وراءك ويعلق إيه ده؟ هذا الذي كان يجلس يشرب في كوباية ويشم في مخدرات، لما يجدك تحتاج إلى رفع الصوت حتى تعلن عن تأييدك ونصرتك لإخوانك في غزة، يترك ما يفعله من محرمات ومن منكرات ويذهب خلفك ويقف بجوارك ويرفع معك السماعة ويوصل الكهرباء ويفعل كذا وكذا. هذه روح لا شك جيدة. عندما ترى النساء يلقين بالأشياء من الشرفات لترتيب السجادة وترتيب الحصيرة وترتيب الملاية وعض عليها، كل واحد بيأدي شيء، يبذل ما يستطيع أن يبذله. لا تحقر شيء، لا تحترن من المعروف شيئا، لا تحترن من المعروف شيئا. اللي بيبذل ربع جنيه ده ربما يكون هذا هو رأس ماله كله. تخيل لو انت عندك مليون جنيه وانفقت منهم ألف جنيه، انت انفقت كم في المية؟ لكن لما واحد يكون رأس ماله ربع جنيه لا يملك غيره ويخرجه ويدفعه، ماذا فعل هذا؟ هذا فعل صنيع الصديق رضي الله عنه لما ترك لأهله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخرج المال كله لينفقه في سبيل الله. هذا يتوافق تماما مع موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما يأتي بماله كله ويدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فهو تلميذ الصديق، مدرسة واحدة، فإذا كان الصديق يخرج ماله كله فلا تتعجب
إن عبد الرحمن بن عوف يخرج ماله كله. وفي نفس الموقف كان عمر الخطاب رضي الله عنه يخرج نصف ماله، بل ويقف ينظر كيف أن الصديق أخرج ماله ويعتب على ذلك، يقف أيضا ليعتب على عبد الرحمن بن عوف كيف تخرج مالك كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه بعدما قال تركت لهم الله ورسوله، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن سور البذل كثيرة وعظيمة، وأنها روح لابد أن تكون موجودة في مجتمعنا وفي جيلنا وفي كل جيل، وهي من بشائر النصر، وهي من بشائر النصر. لا يكون إنه هو النصر انتهى وتحققت، لا، هي من بشائر النصر، وهذا تكوين جديد للمجتمع. هذه الروح لم تكن موجودة من قبل، لكنها تبدأ في النضج، بداية في الوجود ثم في النضج، وبعد ذلك سيكون الحال أفضل وأروع بكثير. الآن يصعب علينا أن نجد نفقات مثل نفقات المهاجرين والأنصار، مثل مواقف المهاجرين والأنصار. اليوم يستحيل أنك أنت تجد رجل يقول لك عندي مال كثير أقسمه بيني وبينك، هذا يستحيل. لكننا في الغد القريب إن شاء الله سنجد من يقول هذا، طالما أن هذه البذور قد وضعت في هذه الأمة وفي هذا الجيل. فالجيل الذي يخرج الربع جنيه وقطعة الحلوى هذا جيل يرجى فيه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خرج إلى البيت، بادر إلى البيت، لم يتلكأ. وهكذا شأن المخلصين، إذا سمعوا النداء لبوا، بمجرد ما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء يبادروا إليه، يسعون إلى الخير، يحبون فعل الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله. هذه المبادرة تلك التي تربى عليها عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هذا واحد ممن أوذوا في مكة، تنساش إن ده كان بيؤذى في مكة، ما تنساش إن عبد الرحمن بن عوف كان تامن واحد أسلم. عبد الرحمن بن عوف كان مع السابقين الأولين، فأخذ العذاب كله، تعذب واضطهد. فهذا الرجل أدرك قيمة الحياة الحقيقية وأدرك قيمة الموت، ولذلك هو يدرك أن الموت هذا أمر سهل، أمر بسيط، وأن الحياة الحقة هي الحياة الأخروية، أنه يعيش في هذه الدنيا للآخرة، يغرس في هذه الدنيا ليحصد في الآخرة. ولذلك لما يسمع فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، يبادر إلى بيته بسرعة. هذه أثر التربية، لابد أن نضع جذور المبادرة إلى فعل الخير في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، حتى إذا سمع النداء يلبي، لا يتحجج ولا يتلكأ ولا يتباطأ، ولكن ينطلق بسرعة إلى تنفيذ الأمر، حتى لا تفوته الفرصة، حتى لا تفوته فرصة البذل، بل لا تفوته فرصة السبق، إن هو يكون أول من أنفق، أول من بذل، بل لا تفوته فرصة أن يقتدي به غيره. هذا رجل لما يخرج ماله، هذا قطع الطريق على من بعده، اللي بعده ينفق إيه؟ لازم تنفق صح، لازم تنفق صح، ما ينفعش تجي بقليل من المال وتنفقه. فيرفع هنا من الرجال في البذل. لما واحد أنفق ماله كله، أظن تعيب عليك لما تلاقي واحد طلع كل اللي في جيبه أنفقه، وانت بتطلع الفلوس تعد عشان تشوف ربع جنيه مقطوع تحطه، مش كده؟ عيب. فالذي يبذل هذا بهذه الطريقة يقطع الطريق على الآخرين، بل يحملهم على أن يبذلوا وينفقوا نفقة أعلى وأفضل. فبادر رضي الله عنه إلى منزله وعاد مسرعا، مش راح البيت ينام ولا يهرب ولا يطفش، لا، ده ذهب إلى البيت وعاد مسرعا، رجع بسرعة وعاد مسرعا. فقال يا رسول الله عندي 4000. عنده 4000، خد بالك في مجتمع فقير 4000 دي ايه؟ ثروة، دي فلوس. قال عندي 4000، 2000 من هنا أقرضتهما ربي، 2000 دول طالعين خلاص، و2000 تركتهما لعيالي، 2000 و2000، كويس كده؟ قسمة بالنص، 2000 و2000. ما تنساش أن عبد الرحمن بن عوف لما جه المدينة كان معاه كام؟ لا شيء، صفر، الرصيد صفر. النهاردة معاه 4000،
ما فيش حاجة في سويسرا، كله 4000، 2000 لله، 2000 للعيال. ينفع؟ ماشي ينفع. قال 2000 منهما أقرضتهما ربي، و2000 تركتهما لعيالي. ولسه سويسرا نفع ده النهارده، يوم ما زعلهم جمد الفلوس في سويسرا. ومسكين انت، الملايين اللي سرقتها قلبك اتقطع عليها، تجي لك سكتة قلبية، لا خدت الفلوس ولا سبتها لبلدك. المهم، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا البذل، نص ماله، راجل بيطلع نص ماله، فقال بارك الله لك فيما أعطيت. خد بالك ده ما قدمش كاش في حساب كذاب. أصل ممكن واحد يجي يقول لك عايزين نعرف ثروتك قد إيه، تبص لي على الورق يا عيني طلع شحات يحتاج الإعانة على الورق، وهو في الحقيقة تبص تلاقيه غني جدا، لكن على الورق طلع مسكين مديون شحات، مش لاقي فلوس، مش لاقي ياكل. عبد الرحمن بن عوف لما يقدم تقارير خاطئة، ما قالش ما عنديش أو ما عنديش غير 4000 وهو كان مخزن، لا، حقيقة إن عبد الرحمن لم يملك إلا 4000 بس، وقسمهم على المكشوف، مفيش حاجة مدارية. قال 2000 هنا و2000 هنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت. ده تاني بيدعيله بإيه؟ بالبركة تاني بعد الفلوس الكتير والحاجات اللي انهالت على عبد الرحمن بن عوف تاني، لأنه يحسن استخدام المال. قال بارك الله لك فيما أعطيت. طب كيف يتم البركة فيما أعطى؟ البركة في الأجر، بركة في الثواب، مضاعفة الأجر والثواب. بدل ما ياخد 700 لا، ياخد 70,000، ياخد 7,000,000، والله يضاعف لمن يشاء. بارك الله لك فيما أعطيت، ينال البركة الكثيرة والخير الكثير من عطائه. وقال وبارك الله لك فيما أمسكت. قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المال المبذول، ما قالوش لا لا ده كتير، ده كتير، خلي شوية لعيالك، كفاية 1000، لا لا لا. وما قالوش دول شوية، معك 4000 مطلع 2000، طب يا راجل طلعهم كلهم، لا ما قالوش كده، انت معك 4000 طلعت 2000 بارك الله لك، خلاص ما تغطش عليه اكتر من كده. هو طلع الـ2000 بطيب نفس، هم دول اللي اجتمعت النية على اخراجهم، تيجي انت تحرجه وتقول له انت في جيبك تاني اهو، هات هيديك، بس هيديك هو ايه؟ هو محروج. ايه نيته في اللي طلع الزياده ده؟ ممكن ما بقاش ليه نيه، ده هو طلعهم احراج، طلعهم عشان انت كسفته فبيطلع الفلوس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بارك الله لك فيما اعطيت وبارك الله لك فيما يعني تركت او فيما امسكت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤجل المكافأة. هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، دي تعتبر ايه؟ دي مكافأة. انت حطيت المال خلاص كده؟ مفيش حاجة تانية؟ مفيش مكافأة؟ لا، مكافأة فورية. بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. مكافأة فورية. دعاء بالبركة في الحال. عبد الرحمن بن عوف هذا لما يتحرك من أمام الرسول عليه الصلاة والسلام قطعاً سيخلف عليه في هذا المال الذي بذله. تلاحظ حب الصحابة للخير، مش يبخل ويقطر على نفسه ويقولك محتاج الفلوس وندخل على مشروع كبير ومش عارف الظروف والأيام والأحوال وهتخلق على حرب ونخزن لي قرشين، ما قالش الكلام ده خالص، فيش الكلام ده، ولكن اندفاع نحو الخير. ثم حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على الدعاء المستمر لأصحابه، يحب لهم الخير فيدعو لهم في كل حركاتهم، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بالتوفيق، يدعو لهم بالخير والبركة، بارك الله لك فيما أعطيت، بارك الله لك فيما أمسكت، وهكذا. ولما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزو تبوك، وهي آخر غزوة غزاها في حياته صلى الله عليه وسلم، كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال. لما في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هو يجهز الجيش، فكانت الحاجة إلى المال حاجة ماسة جدا وشديدة جدا، لا تقل عن الحاجة إلى الرجال. زي ما احنا محتاجين رجال يقاتلوا، محتاجين كذلك أموال
لنشتري بها السيف ونشتري بها الدرع ونشتري بها الطعام ونشتري بها الفرس، نشتري بها هذه الأشياء. كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال. فجيش الروم كان وافر العدد، كثير العدد، أسلحة متطورة وعدد كبير جدا. طب هذا الجيش الصغير كيف يفعل مع هذا الجيش الكبير؟ والعام في المدينة كان عام جدب، أرض كانت جافة ومحاصيل كانت ضيعة، يعني جفاف، والسفر طويل من المدينة لغاية تبوك، سفر مشوار طويل لا يقل عن 500 كيلو أو 400 كيلو، والمؤونة قليلة، طعام والشراب والزاد ضعيف مفيش، والرواحل أقل، حتى إن نفرا من المؤمنين، يعني الرواحل التي تحمل الناس ضئيلة جدا، ضعيفة جدا، مفيش. تخيل كده 300-400 كيلو أنت هتمشيهم على رجلك. كانوا بيبدلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ورجل آخر، ثلاثة كانوا يبدلوا مع بعضهم، واحد يمشي حبة والتاني الاثنين، وواحد يركب واثنين يمشي، وبعدين هو ينزل واثنين يمشي، واحد هو ينزل اثنين يمشي، وهكذا. انظر، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد علي بن أبي طالب أنه يريحه، يعني قال له إيه، يعني ابقى أنت يا رسول الله ونحن نمشي عنك. قال: ما أنتما بأحوج من الثواب مني، ما أنتما بأحوج من الثواب مني. يقول أنت خليك أنت على الدابة وإحنا نمشي بدالك، من ده رجلي أنا تتعفر في سبيل الله، أنا محتاج الأجر والثواب زي ما أنتم محتاجين الأجر والثواب. ما أنتما بأحوج من الثواب مني، أو ما أنتما بأحوج من الأجر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشارك في هذا الجهد وهذا التعب، حتى الرواحل قليلة جدا. فكان يأتي الناس من المؤمنين ليحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه فيردهم، لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فتولوا. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء أتوا جادين صادقين يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجد ما يحملهم عليه. ماذا يفعلون؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان هذا الجيش من كبره ويعني شدته، الجيش كان عدده كبير وكان فيه شدة وكان فيه فقر، فكان الجيش يسمى بجيش العسرة، جيش العسرة، جيش الشدة، جيش العسرة. جيش العسرة هذا لم يكن عبد الرحمن بن عوف له سهم وحيد فيه، لفين اللي هو دفعهم دول مش هيعملوا حاجة قوي، يعني هم كده هيعملوا لكن مش كفاية، ده جيش. ايه رأيك بقى لما عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة؟ شفت النفقة؟ شفت الغنى؟ شفت الأموال؟ كيف يفعلون بها؟ عنده فلوس يعمل بها ايه؟ ما ادخرهاش لنفسه في الدنيا ولا لعياله، لا، ولا حوشها في البنوك يأكل بالربا والحرام، لا، لا يفعل هذا، ولكنه يبذلها لله، يجهز جيش، جيش كامل يجهزه. ده مش غازي واحد بقى، ده كان غازي كل الجيش. تخيل يجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل ويشتري بئر روما ويشرب منه الناس، جدب يشتري والناس كلها تشرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري هذه الأرض، عايز يوسع الجامع، يشتريها عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر، انظر للنفقة، مجرد ما يعلن من، تبص تلاقي المشاركين كتير، ويبدأ الناس تتدافع نحو البذل لله تبارك وتعالى، فيشترك في أعمال كثيرة جدا رضي الله عنهم. عند ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنفقة في سبيل الله واحتساب ذلك عند الله، فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت الأمور ضعيفة وفقيرة قال لهم تصدقوا، فكلهم آموا وتصدقوا في جيش العسرة. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ وكان في طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقد تصدق ب200 أوقية من الذهب. فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا. شوف عمر بيقول إيه، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا شايف إن عبد الرحمن بن عوف ده ارتكب إثم. ليه ارتكب إثم؟ لم يترك لأهله شيء،
وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فعمر الخطاب مش بيهاجم أبو الرحمن بن عوف، مش بيهاجمه، ولكنه بيوضح. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لهم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهو يرى أن عبد الرحمن بن عوف قدم كل ما عنده ولم يترك شيء. هي دي أول مرة يقدم كل اللي عنده؟ تنساش، دي أول مرة، مش أول مرة، نحن لسه السنة اللي فاتت جاب نص اللي عنده، المرة دي كل اللي عنده. وتلاحظ أن ربنا عز وجل يخلف عليه، ومش ملايين اللي بينفقها، دي ملايين، بينفق ملايين يخرجها لله تبارك وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأرى عبد الرحمن بن عوف إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا. طبعا يقول كده خايف عليه وعلى أهله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن؟ بيتأكد من الخبر، صحيح؟ سبت لأهلك حاجة ولا ما سبتلهمش حاجة؟ هل تركت لأهلك شيئا؟ شيئا، شيء ده قد إيه؟ كتير يعني؟ حاجة بسيطة جدا يعني. سبتلهم حاجة؟ ولا سيبهم على الحديدة؟ ولا على البلاطة؟ لا، ما فيش بلاط ولا حديد ولا سيراميك، على الترابة. قال له ايه؟ هل تركت لأهلك شيء؟ اي شيء؟ سبت لهم حاجة؟ فقال نعم تركت. طبعا من ايه؟ قال تركت لهم اكثر مما انفقت واطيب. سبت لهم اكثر واحسن، اكثر واحسن. قال كم؟ عايز تقرير رقمي، كام؟ سبت كام؟ انت تبرعت بمتين اوقية، سبت كام؟ كم؟ فقال ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر. كام؟ عد بقى كام، ما يتعدش. كتير ولا مش كتير؟ دي ثقة، ده يقين، ده إيمان، دي ثمر التربية، دي ثمر التربية. انك انت تطلع الفلوس اللي في جيبك كده وتنفقها ويبقى عندك يقين أنك لن تضيع، دي تربية. كونك تخرج من بيتك المال وتنفقه وأنت موقن بأن أهلك لن يضيعوا، هذه عقيدة وإيمان وتربية. فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر. طب إيه التعليق بقى؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول طب سيب لهم حاجة؟ ولا المعنى ده معنى إيماني ينبغي ألا يهتز؟ ما تهزش المعنى القوي ده، ما تهزش المشاعر العالية ديت، هذه الروح الإيمانية لا تخدشها، سيبها زي ما هي كده خلاص. أنا أقول لك سيب؟ لا، أنت بتقول أنا سبت لهم الله ورسوله. أنا أقول لك لا لا لا، أكذبك، مش ممكن. فالنبي عصم سكت كده، صح كده، أنت سيخلف عليك والأجر سيكون عظيما. فنظر الجيش، خلاص تحرك الجيش إلى تبوك، وهناك أكرم الله عز وجل عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين. فقد دخل وقت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف دخل عليه وقت الصلاة، هم فين؟ في تبوك، في الحرب. طبعا الحرب ما كانتش بدأ ولا حاجة، بس هو في المكان اللي هم تجمعوا فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوضأ أو ذهب إلى الخلاء بعيدا، تأخر وخلاص، ده كان وقت، ده في الفجر، وكان الوقت أوشك على الخروج. فأقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف إماما للمسلمين أجمعين، وما كانت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين. جه صلى ورا مين؟ ورا عبد الرحمن بن عوف. تخيل بقى كده ان النبي عشان بيصلي وراك، ايه رايك؟ ايه رايك في هذه الكرامه ان النبي عشان بيصلي وراك؟ فلحق الرسول عليه الصلاه والسلام بالمصلين واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه، كمل الصلاه خلفه كلها لغايه ما خلص، صلى خلفه. لا شك ان دي منقبه لعبد الرحمن بن عوف، ودرجه عاليه ومنزله عظيمه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفيها طبعا فائده فقهيه. وهي ايه بقى الفائده الفقهيه؟ جوازي، جوازي
جواز ايه؟ ده 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 وجوب اتباع الامام المأموم. انت تقدر تخالف الامام؟ ايوه. جواز جواز او صحه صلاه المفضول للفاضل، يعني واحد افضل منك يجوز ان يصلي بيك؟ اه يجوز. صلاه صحيحه؟ صحيحه 100 100، مفيش اي مشكله، لا حرج في هذا. فهل هناك اكرم كرامه وافضل فضلا من ان يغدو احد اماما لسيد الخلق وامام الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين، وهذا من البر والوفاء، وهذا من أبواب الخير العظيمة، إنه بمجرد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم هل تترك أمهات المؤمنين هكذا؟ لا، لابد من البر، لابد من الإحسان، وكذلك لابد من البر وسط أبناء المجتمع. إذا مات مثلا شيخ من مشايخنا أو عالم من علمائنا، هل تترك هكذا أسرته وأبناؤه، أم لابد من البر والصلة؟ لابد من البر والصلة، لابد من البر والصلة. فكان رضي الله عنه لا ينسى أمهات المؤمنين، فكان ينهض بحاجتهن، ينهض بحاجة معهم، ينفس طلباتهم اللي هم عايزينه، فيخرج معهن إذا خرجنا، ويحج معهن إذا حججنا، ويجعل على هوادجهن الطيالسة، يحط على الهوادج اللي هم ركبنها أغطية خضراء عشان يعرف إن دوت هودج مين؟ هودج أم المؤمنين، محدش يزحمها، محدش يمنعها، محدش يعطلها، فيدعون الهودج يمر. وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن، عايزين يستريحوا في المكان دوت ينزل يريحوا في المكان ده، يعني يقوم على خدمة أمهات المؤمنين رضي الله عنه. وتلك لا شك منقبة من مناقب عبد الرحمن بن عوف، وثقة من أمهات المؤمنين به، طبعا واثقين فيه، ولذلك بيحجوا معاه وبينزلوا معاه رضي الله عنه. ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا 40,000 دينار من برنه رجل عنه، ان هو مره باع ارض لنفسه، ارض بتاعته باعها، باعها بكام؟ 40,000 دينار. خد بالك لما تشعر ان الفلوس، ان الارض رخيصه، الارض اصلا رخيصه جدا، فلما يبيع ارض 40,000 دينار، يبقى الارض دي كانت قد ايه؟ كانت قد ايه؟ يعني مثلا لما اقول لك ايه؟ اقول لك مثلا في الصحراء متر الارض بجنيه، انت اشتريت 40,000، يبقى انت اشتريت 40,000 متر، حاجه ضخمه جدا، يبقى انت ملكك واسع، صح؟ طب ايه بقى لما قطعه الارض ما تساويش جنيه اصلا، رخيصه جدا، ويبقى ب 40,000، يبقى مساحه الارض اللي كانت عنده قد ايه؟ كبيره جدا، كبيره جدا. وبعدين خد بالك مش بيبيع ارض بور، دي الارض دي اكيد فيها نخيل وفيها زروع، مش بيبيعها كده. فباع قطعه ارض ب 40,000 دينار، دينار ذهب يعني، فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كل 40,000 في بني زهرة وفقراء المسلمين وفي أمهات المؤمنين. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال، قالت: من بعث هذا المال؟ بتسأل مين اللي بعث الأموال ديت؟ فقيل: عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون، لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. دي بشرة أخرى لمين؟ لعبد الرحمن بن عوف، أنه من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو من الصابرين. لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. ولقد استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبورك لعبد الرحمن بن عوف في ماله، فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد. خد بالك ده هو بينفق بالأربعين ألف، ده مش بينفق جنيه ولا اتنين جنيه ولا دينار ولا اتنين دينار، اللي 200 أوقية، اللي 2000 درهم، اللي 40,000 دينار، نفقة كتيرة كتيرة جدا، ومع ذلك يزداد المال وينمو المال وتنمو التجارة، لأن هذا المال يزكو بالنفقة. كلما تزكي وتخرج وتتصدق وتنفق وتعطي
يزيد هذا أن مش زي الحسابات المادية ما بتقول لك إن 100 ناقص 1 يساوي 99، لا دي ممكن 100 ناقص 1 تساوي 1700، ممكن تساوي 700، ممكن تساوي أرقام مضاعفة مش بالسلب. ما تأخذه لله عز وجل إنما هو الباقي حقا، إن أنت بتاخده وتنفقه لله عز وجل هو ده المال الباقي، ويزداد ويتضاعف هذا المال. فأخذت هذه التجارة تنمو وتزداد، وطفقت عيره تتردد ذاهبة من المدينة وآيبة، العير رايحة جاية شغال في التجارة، تحمل إلى أهلها البر والدقيق. البر يعني أي القمح ولا الرز؟ القمح يعني قمح ولا الرز؟ الرز رز ولا قمح؟ البر. أنت ما تسرعش عشان الناس مش شايفة حاجة. البر. طب هو قمح ولا أرز ولا شعير؟ إيه ده؟ شفت بقى؟ قمح ولا خليط؟ خليط. الأخ بيقول لك خليط، ليه إحنا قديمه عالفة ولا إيه؟ البر، البر اللي هو القمح، اللي هو القمح. فقال تحمل آليها البر والدقيق والدهن والثياب والآلية والطيب وكل ما يحتاجون إليه. يعني وكان عبد الرحمن بن عوف ماسك التجارة واقتصاد البلاد، تجارة داخلة تجارة طالعة، مين بيستورد ويصدر؟ عبد الرحمن بن عوف، استيراد وتصدير، يجيب من بره والحاجة اللي تزيد على المدينة يطلعها بره، يجيب ويطلع يجيب ويطلع، عامل شغال استيراد وتصدير في المدينة رضي الله عنه. وتنقل ما يفضل عن حاجتهم مما ينتجونه، الحاجة اللي بتزيد عندهم في المدينة يعملوا فيها ايه؟ طلعوها بره، يبقى تاجر بره وجوه، شغال استيراد وتصدير. يبقى شغل عبد الرحمن بن عوف كان تاجر، تاجر جملة ولا قطاعي؟ ده تاجر جملة جامدة قوي، استيراد وتصدير، حاجة في الخارج على طول. وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على المدينة، وكانت مؤلفة من 700 راحلة. عارف يعني 700 راحلة؟ 700 جمل. عارف يعني 700 جمل؟ 700 جمل. احنا لو قلنا بس الجمل ب 10,000 جنيه يبقى 700 في 10,000 يعملوا ايه؟ كام؟ 7 مليون كده بشويش، مش كده؟ دول جمال بس. طب واللي عليها؟ دي تجارة، تجارة بقى. يعني انت انظر الى ثراء عبد الرحمن بن عوف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك فيما أمسكت، بارك الله لك فيما أمسكت. تكون هذه البركة 700 بعير محملة وتأتي إلى المدينة. تخيل المدينة الصغيرة ديت لما يدخل فيها 700 جمل طابور ورا بعضهم ماشيين بنظام، مش ماشيين مفركشين، بنظام جمل ورا جمل ورا جمل، قافلة معدية 700 جمل، دول يخلصوا فين أصلا؟ تخيل كده لو احنا وقفنا 700 بني آدم ورا بعضهم طابور، ممكن الطابور يوصل لغاية فين؟ طب لو كانوا 700 جمل بقى، ده موضوع تاني، مشوار تاني، مش كده؟ دول ماشيين 700 جمل، طب يعملوا ايه في المدينة وهي هم ماشيين؟ رجوا المدينة، يرجوا المدينة، مش كده؟ ده هي لو في مظاهرة طلع فيها 700 بني آدم هنا وقعدوا يهتفوا بس ولا يدبدبوا على الأرض، هتبص تلاقي المسجد بيتهز. طب ما بالك بقى 700 جمل عمالين يدبوا في المدينة، ولا في أسفلت ولا في رصفان ولا في عواميد نور، مفيش حاجة مدي خالص، صحراء. هيعملوا ايه؟ ضجة في المدينة. قال 700 راحلة وهي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج اليه الناس، كل حاجة الناس محتاجاها على ظهور الإبل. فما إن دخلت المدينة، يعني عبد الرحمن بن عوف ما كانش متخصص في حاجة معينة، ما كانش تاجر ملابس وخلاص، ولا تاجر عطور وخلاص، ولا تاجر بقالة وخلاص على كده، ولا لا لا لا، كل حاجة بيجيبها، أكل وشرب وملبوسات ومسوغات وعطور، كل ما تحتاج البشرية يأتي به رضي الله عنه. يقول فما إن دخل في المدينة حتى رجت الأرض رجا، ترجت الأرض 700 بعير معديين أخوانا، وسمع لها دوي وضجة. فقالت عائشة رضوان الله عليها ما هذه الرجة؟ 700 بعير، تخيل لو كل جمل أصدر صوت، أصدر صوت بس كده، هيسمع ايه بقى؟ يا تخيل لو احنا عندنا 700 معزة وكل معزة مائة مرة، هيبقى مظاهرة، مش كده؟ مظاهرة ضخمة جدا،
تفضل 700 جمل طبعا صوت وجلبة. فسيدة عائشة تسأل ايه ده، ايه الدوشة دي، ايه الرجة دي، ما هذه الرجة؟ فقيل لها عير لعبد الرحمن بن عوف 700 ناقة. الخبر وصل سريعا، 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام الغذاء الأساسي. ما قالش بقى والهدوم والريحة والمستيكة والمصاصة ولم خلاف الأصول في التفاصيل، الأصول اللي بتعيش عليها الناس. قال تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة رضي الله عليها بارك الله له فيما أعطاه، بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولا ثواب الآخرة أعظم، ولا ثواب الآخرة إيه أعظم. أول ما سمعت ما قالتش ياه 700 كانوا فاتصوا، أخبرك أنت لا فيش حسد، فيش حسد، حب الخير للناس، حب الخير لإخوانك، إن عنده خير قلت ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك له، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في رزقك، بارك دائما لسانك يكون يعني رطب بالدعاء لإخوانك بالبركة والخير وال... فقالت بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولا ثواب الآخرة أعظم، ولا ثواب الآخرة أعظم. ماذا تريد أن تقول عائشة رضي الله عنها؟ ماذا تريد أن تقول؟ قالت بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولا ثواب الآخرة أعظم. طيب عايز ايه هو يعني، عايز تقول ايه يعني؟ ماشي ايه تفضل. تحثه على الصدقة، انظر تحثه على الصدقة، تقول له ان ثواب الآخرة أعظم، في الدنيا بتدي لكن ثواب الآخرة أعظم، فهي إشارة إلى إيه؟ إلى فضل الصدقة، إن اللي في الآخرة أفضل، ما عند الله أفضل، تذكره دائما بما عند الله تبارك وتعالى. سيدة عائشة تشعر بمعاناة الشعب، ولذلك تنوه إلى الأغنياء أن يعطفوا على الفقراء، ولا ثواب الآخرة أعظم. عايشة بالمجتمع، حاسة بآلام المجتمع، انظر وهي أم المؤمنين، أم المؤمنين، ما هيش مثلا أمير المؤمنين، ما هيش خليفة المسلمين، ما هيش القائم والراعي لهذه البلاد، لا، ومع ذلك تخاف على الشعب، ما بالك بقى بالرعاة. ينبغي عليهم أن يخافوا على شعوبهم وأن يوفروا لهم الطعام والشراب والراحة والأمن حتى يعبدوا ربهم تبارك وتعالى. فمطلوب تيسير العبادة، إن الناس تعبد ربها في أمن وأمان بلا اضطهاد، وليس مطلوب الطعام والشراب فقط، الطعام والشراب هذا أمر يسير، لكن عدم التضييق على الناس لعبادة الله عز وجل هذا أمر مطلوب. كيف يضيقون؟ ناس بتصلي وجوامع مليانة، لكن يروح يشتغل في أي شركة يقول له احنا لحيتك، تروح تشتغل في أي مكان لا لا النقاب، يجي يسافر يقول ممنوع احلق، يدخل ممنوع، يحاربون الدين، كيف هذا؟ ولا ثواب الآخرة أعظم، أجر عند الله عز وجل أفضل بكثير، كما ذكرنا الحرص على يعني خدمة هذا المجتمع والشعور بمعاناة الشعب والحرص على توفير الخير والراحة لهم. فقالت ولا ثواب الآخرة أعظم، فتحث أهل الخير على البذل، واللبيب بالإشارة يفهمه، هي ما قالتش قولوا له يتصدق، ولكن هي قالت إيه؟ ماذا قالت؟ قالت ولا ثواب الآخرة أعظم وقبل أن تبرق النوق. انظر إلى سرعة انتقال الأخبار، العير جاية ضجة، وصلت الأخبار لأم المؤمنين عبد الرحمن بن عوف، قالت كلمتين راحوا جاري الكلمتين دول لعبد الرحمن بن عوف قبل أن تبرك العير. يعني إيه تبرك العير؟ قبل ما تقعد، قبل ما تستريح، قبل أن تبرك الريح. كان الخبر قد نقل إلى عبد الرحمن بن عوف. الناس فهمة مقصد أم المؤمنين رضي الله عنها، وحب الناس للخير دفعهم إلى الوصول إلى عبد الرحمن بن عوف وإخباره بهذا الخبر. أولا فيه بشارة وإرشاد، بشارة وإرشاد، تقول له بارك الله لك فيما أعطيت، أو تقول بارك الله لك فيما أعطيت في الدنيا. طب وبعدين ولا ثواب الآخرة أعظم، بتبشره
إنه سيكون فيه البركة لما أعطاه وتركه لله عز وجل، لكن الثواب عند الله أفضل وأعظم، فتحثه وتوجهه نحو البذل لله تبارك وتعالى. فما إلا مست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة رضي الله عنها، بمجرد ما سمع كلامها إن هي بتقول بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولثواب الآخرة أعظم، أول ما سمع كده فهم، فهم مش عمل مش فاهم، ولا عمل مش واخد باله، ولكن الكلام مش له، ولكن حد وصل له حاجة، لا ده بمجرد ما سمع فهم. فقام مش على مهله مسرعا إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وقال أشهدك يا أمة أو يا أمة أن هذه العير 700 جميعها كلها، يعني بيأكد هذه العير كفاية، مش كفاية كده أنه لا هذه العير تبقى خلاص كل العير، ولكن قال هذه العير جميعها مفيش حاجة ناقصة كلها خلاص مش كده وبس، بأحمالها بأحمالها حاجة اللي شايلاها فوقيها وأقتابها، الأقتاب اللي هي زي البردعة اللي بتتحط على ظهر البعير مباشرة، وأحلاسها باللجام بتاعها يعني الجمل بالحمولة، زي بيقول الجمل بما حمل، الجمل بالحمولة بالبردعة بالحبل بتاعه، كل دول كلهم كلهم في سبيل الله. انت بص على حاجة تانية ما تقولش دول كتير، بساطة التصرف، حاسس ان 700 بعير زي 7 ساغ مش كده، سهولة سهولة، ما فيش معاناة في البذل، ما بيحاربش نفسه عشان يبذل المجاهدة اللي بتقتل دي عشان يطلع جني، اطلعه ما طلعهوش اطلعه ما طلعهوش مش موجودة، ده تخلص من 700 بعير باللي عليها ببساطة سهولة يسر. انظر حب للبذل حب للإنفاق، بمجرد بس ما يسمع، ما هو عارف، هو مش عارف ان الثواب الآخرة أعظم، عارف ولا مش عارف؟ ده عارف، هو كان بيبذل ليه من زمان، هو عارف كويس جدا، لكن لما تطلع تلك البشرة من أم المؤمنين تحتاج تفعيل، تحتاج حركة، تحتاج إيجابية. طب يعمل ايه؟ تصدق بمية بمتين؟ لا مش ده قدر أم المؤمنين، مش ده قدر توجيه أم المؤمنين، لما توجهه انه ينفق ويطلع حاجة بسيطة لا عيب. يدرك ذلك أنفق 700 بعير رضي الله عنهم، قال أشهدك يا أمة أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقطابها وأحلاسها في سبيل الله. طب لماذا يشهدها؟ لماذا يشهدها؟ أشهدك يا أمة لمسني، عايز ايه؟ عايز ايه عبد الرحمن بن عوف؟ رجاء شهادتها يوم القيامة، إنها يوم القيامة تشهد له إن ده كان يحمو على المسلمين مش على أمهات المؤمنين فقط 700 بعير دفعة واحدة. قال أشهدك حتى يجي الشهيد يوم القيامة يشهد على هذه الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها. قال أشهدك يا أمة أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. بقيت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف بأن يبارك الله له تظله، تظله هذه الدعوة أن ربنا يبارك له صارت تظله حياته كلها، مش مجرد كانت دعوة اليوم، لا دي دعوة عمر، أن البركة تكون في حياته، أن البركة تكون عنصر من عناصر حياته رضي الله عنه، ما امتدت به الحياة حتى غدا أغنى الصحابة وأكثرهم ثراء. ده ما تنساش أنه كان داخل المدينة معهوش ولا حاجة خالص، دلوقتي بقى إيه؟ بقى رقم واحد، بقى رقم واحد، مش سعد بن الربيع رقم واحد، سعد بن الربيع كان من أغنى أهل المدينة ثراء منهم، لكن ما كانش هو رقم واحد. النهارده عبد الرحمن بن عوف رقم كام؟ رقم واحد.
انظر من ده أثرياء المدينة. قال لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جعل ذلك المال كله في مرضات الله تبارك وتعالى. حسن التصرف، نعم المال الصالح للعبد الصالح، مال طيب حلال مع رجل صالح، ماذا يفعل به؟ إنفاق، تجهيز غزاة، حج، عمرة، بذل في جميع جوانب الخير. كلما يبذل كلما يرجع المال أضعاف. يبذل، انظر، يبذل حبة ترجع 700 حبة، يبذل حبة ترجع 700 حبة. انظر إلى المضاعفات، انظر إلى أرقام، أشياء عظيمة جدا. فكان رضي الله عنه ينفق ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فكان ينفقه بكلتا يديه، كانش بخيل، ينفق باليمين والشمال، نفقة كثيرة جدا، ينفق بكلتا يديه يمينا وشمالا وسرا وإعلانا، حيث تصدق ب40,000 درهم. دي حاجة من صدقاته بس كده، تصدق ب40,000 درهم من الفضة، ثم أتبعها ب40,000 دينار من الذهب، ثم تصدق ب200 أقية من الذهب. إيه ده كل ده؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 400 × 40 × 200. ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس. إيه ده؟ جهز 500 واحد حملهم على فرس، يعني هو اللي اشترى الخيول واشترى السلاح وحط 500 فارس على الفرسان على الفرس وأطلقهم في سبيل الله. ثم حمل مجاهدين آخرين على 1,500 راحلة، 1,500 تانيين غيرهم، يعني كده كام؟ 2,000. ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ده جهز كام واحد؟ 2,000 واحد جاب لهم من أول ركوبة، من أول ركوبة بتاعته. ولما حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة أعتق خلقا كثيرا من مماليكه، كان عنده مماليك كثير جدا، أعتق خلق كثير، اعتق ده واعتق ده، أعتق خلق كثير. وأوصى لكل رجل بقى من أهل بدر ب400 دينار ذهبا، وصى قبل ما يموت إن كل واحد من أصحابه أو من أهل بدر اللي عاشوا شادوا بدر كل واحد 400 دينار، 400 دينار ذهب، 400 دينار لكل واحد عايش. فأخذوها جميعها وكان عددهم 100، يعني 100 × 400 دينار ذهب يعني كان 40,000 دينار ذهب، 40,000 دي وصية واحدة، 40,000 دينار ذهب. وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بمال جزيل، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كثيرا ما كانت تدعو له فتقول سقاه الله من ماء السلسبيل. تخيل مثلا عائشة تقول هذا، تدعو له سقاه الله من ماء السلسبيل، هذا ثمرة الإنفاق، ثمرة البذل، ثمرة العطاء لله تبارك وتعالى، ثمرة البر، إنك يدعى لك، مش الناس تدعي عليك، الناس تدعي لك. أم المؤمنين لما تدعو له سقاه الله من ماء السلسبيل. ثم إنه بعد ذلك كله خلف لورثته مالا لا يكاد يحصيه العد، بعد الفلوس اللي بيصرفها دي كلها خلف مال ما بيتعدش، بيتعدش تعبوش عدوه، خلف مال ما بيتعدش، حيث ترك، خد بالك من الحاجات اللي عارفوا يعدوها بس، حيث ترك 1,000 بعير و100 فرس و3,000 شاة، 1,000 جمل و100 فرس و3,000 شاة، ديت الحاجات اللي عارفوا يعدوها بس. وكانت نساء 4، كان متجوز ايه؟ 4. فبلغ ربع الثمن، طبعا لما الميراث هيتقسم لسه في عيال، فالواحدة لها ربع الثمن، ربع الثمن، ربع الثمن يعني 1/32، جزء من 32 جزء، جزء من 32 جزء. الجزء ده وصل كام؟ 80,000. الجزء من 32 جزء وصل 80,000، يعني الجزء الكل يعمل كام؟ الكل يعمل له 2,560,000. الكل يعني الفلوس اللي عنده اللي هم ايه اللي زوجاته والتركه اللي عنده 2,560,000،
2,560,000 دي الفلوس اللي بتتعد واللي كده. ولسه بقى في شويه ذهب وحاجات شويه مجوهرات كده وحاجات بسيطه يعني. قال: وترك من الذهب والفضه ما قسم بين وراثته بالفؤوس. كده قوم، كده قوم، كل واحد يشيل بقى. ده بره الترك، ده لما ده مش في ال 2,000,000، 2,000,000 دول بين الدراهم والدنانير والحاجات ديت، لكن الذهب والفضه دي بالفؤوس. يعني تخيل انت حاجه تتقسم وبعدين متجوز اربعه، يعني الواحده مش اقل من 10 عيال. يبقى لو قلنا مثلا 10 عيال في اربع نساء ب 40 عيل مثلا، تخيل كده 40 لما يتقسم عليهم، بلاش 40، اصل ما كانش في تحديد نسل ولا حد بيقول له حدد، مفيش كلام من ده. تكاثروا وتناسلوا فاني مباهم بكم الامم. فما استغربش انس رضي الله عنه كان عنده كام عيل؟ 100، ومات عنده 120 سنه. عنده 100 من صلبه، مش ابن ابنه والحاجات ديت، لا لا لا، مش جاب الاعماق ده، مباشره زوجاته 100 100 100. يعني نقول ايه؟ دي مدرسه خاصه ما شاء الله تبارك الله. فانت ما اقول لك 40، قول لي دول شويه، مش تبقى مستكترهم؟ لا شويه فعلا، اربع نساء و40 بس. ليه؟ ليه كانوا حددين النسل؟ مش معقول. فالورثه كتير، تخيل لما الورثه دول يتقسم عليهم المال بالفؤوس، اكبش اكبش بالفاس كده اهو. طبعا ما حدش هيبص الكون ده اكتر من الكون دوت ولا حاجه، كل بالفؤوس بيتقسم مبالغ رهيبه. ده ايه ده؟ دي ثمره البركه. هي دي ثمره البركه؟ لا، دي ثمره الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. اللي بينفق بال 40,000 لما كل واحد يرجع ب 70، يبقى ال 40,000 يرجعوا بكام؟ والله يضاعف لمن يشاء. دي ارقام بقى عايز اقل حسبه، مش كده؟ ارقام جامده، ارقام جامده. ومش ده اول انفاق، ده كتير. ال 700 بعيل دول بكام؟ ما تنساش ان ده راس ماله طلع في تجاره وجاي كله تصدق بيه، وبسرعه ياتي الخلف وياتي الخير الكثير، ربنا يخلف عليه ويعطيه المال. كل ذلك بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له في ماله. لكن ذلك المال كله لم يفتن عبد الرحمن بن عوف ولم يغيره. وهي دي بقى المعضلة، ان احنا بيبقى الواحد مننا فقير وعلى قد الحال، واول ما يقبض 2000 جنيه ولا 3000 جنيه في ايديه، تبص تلاقي حاله اتغير، وبدأ ينقم على المجتمع، وبدأ يعير الناس، وبدأ يتكبر عليهم، وبدأ أخلاقه السيئة تظهر على 2000 جنيه ولا 4000 جنيه قبضهم. أمال لو قبض 40,000 كان حصل إيه؟ لو قبض 2,560,000 كان حصل إيه؟ فبنقول لك في ناس بتتغير لما الفلوس تبقى في إيديها، في ناس بتتغير لما المناصب تبقى في إيديها. يبقى راجل متواضع عادي وفي وسطنا، ومجرد ما يبقى بس، مش بقول لك مدير، رئيس عمال، يذل المجتمع. هو رئيس عمال يذل المجتمع، تبص تلاقي الراجل شغال مخبر في القصب وعامل لواء. عامل لواء، عمال يتنطط على الخلق ويضربهم ويؤذيهم، وهو مخبر في القصب ما يسويش 5 سنين. لكن بقى في منصب، بقى خلاص عايزين نقول بقى في الحكومة. بقى في الحكومة، يقول لك شغال في الحكومة. شغال في الحكومة بقى خلاص، المنصب اللي هو فيه دوت يعتدي على الناس ويظلم، ما بالك لما المخبر بيعمل كده باللي غيره يعمل ايه؟ بقول لك في ناس لما بتبقى في مناصب بتتغير، لكن الصحابه رضي الله عنهم اللي تربوا دول ما بيتغيروش. هنا عبد الرحمن بن عوف كثره المال دي كلها لم تفتنه، وده تثبيت من ربنا. الناس اللي تعذبت واوذت في سبيل الله عز وجل ونالوا العذاب والتنكيل في مكه، صعب جدا ان هم يبيعوا الدنيا بدراهم، ان هم يبيعوا الاخره بدراهم. ان واحد يضحك عليه بكم مليون فيبيع دينه، صعب. ده كان بيضحي من اجل دينه، كان بيؤذى من اجل دينه، كان بيتعذب من اجل دينه، ده صعب عليه يسيب دينه ده. ولذلك تجد الخير العظيم، البركه الكثيره، ليس عبد الرحمن بن عوف وحده الذي لم يتغير. ابو عبيده بن الجراح كان قائد جيش فتح بيت المقدس، وعمر الخطاب لما يروح يزوره يبص يلاقي البيت ما فيهوش حاجه، حاجه زي البردعه كده نايم عليها، وسيف واداوه فيها ميه وخلاص كده.
باب من غير قفل، قائد أعلى القوات المسلحة، باب من غير قفل تزقه كده تدخل، مفيش لمبة تدخل كده. فيسأل عمر الخطاب عن متاع وعنه وعنه وعنه، مفيش. فعمر الخطاب يقول لأبو عبيدة كلمات خالدة، يقول له: كلهم غيرتهم الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، إلا أنت يا أبا عبيدة. انظر، بعد فتحات الشام والفلوس والغنائم والمال الكثير، ناس في صحابة تغيرهم. عمر الخطاب أول ما جه بيت المقدس لقى الصحابة رابسين ملابس أهل الشام، فأشاح عنهم بوجهه: إيه ده؟ يقول: تقابلون أمير المؤمنين بزي الأعاجم، بزي الأعاجم. خد بالك دي مش لابسين بنطلونات ساقطة، لا مش كده أبدا، دي لابسين بس زي الأعاجم، يعني مثلا ثوب شكله ناعم، مش حرير، شكله ناعم، شكله نظيف، شكله مش عارف متطور، بس كده يعني رفاهية، عايشين في رفاهية. فعمر الخطاب اتضايق، قال: تقابلون أمير المؤمنين وأنتم في زي الأعاجم؟ فأشاح عنهم بوجهه. راح يزور أبو عبيدة يشوف الموضوع إيه، لحسن يكون اتغير. فلما راح له لقى زي ما هو، فقال: كلهم غيرتهم الدنيا، غيرتهم الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. أمر صعب إن أنت تبقى في الدنيا وما تتغيرش، صعب جدا إن أنت تكون في وسط المال وما تتغيرش، إنك تكون في وسط الشهرة وما تتغيرش. انت ممكن تبقى راجل عادي وخطيب عادي ومتواضع وقاعد على المنبر وقاعد على الكرسي تدي الدرس، واول ما تبقى نجم في القناة الفضائية محدش يعرف يقول لك السلام عليكم، وانت ما تردش على حد السلام، تبقى أزمة وتبقى غيرته الدنيا. فأمر عظيم جدا الإنسان يثبت على دين الله عز وجل، وهذا الثبات من الله تبارك وتعالى. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. ثبات، ثبات. هذا يقول: كلهم غيرتهم الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. هنا عبد الرحمن بن عوف مع هذا المال الكثير لا يفتن به، لا يتغير، هو هو يجلس بين عبيده فلا يعرفه أحد، يجلس وسط العبيد محدش عارف مين أبو عبيد، مين صاحب المال، مين صاحب، ما محدش يعرفه، وسط العبيد كأنه واحد منهم رضي الله عنه. إذا رأوه بين مماليكه لم يفرقوا بينه وبينهم، ما فرقوش بينهم وبين، زيه زيهم، أكلوا زيهم، شربوا زيهم، هو هو. لقد أتي ذات يوم بطعام، أتي ذات يوم بطعام، هيأكل عبد الرحمن بن عوف وهو صائم، فنظر إليه ثم قال: لقد قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، فما وجدنا له إلا كفنا إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط، وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا. ثم جعل يبكي وينسج حتى عاف الطعام. مشهد رهيب. ماذا يذكر؟ يذكر زمان أيام مصعب بن عمير رضي الله عنه، قال لما أتي له بطعام، هو صايم، أتي له بطعام، فذكر مصعب فقال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، وهو خير مني. صعب قوي، صعب قوي ان انت تجد اقران في سن واحد يقول وهو خير مني، مش كده؟ احنا ممكن نجد التنافس، نجد التباغض، نجد الشحناء، نجد اي مرض، لكن تجد هذه الروح انه يقول على واحد اصغر منه، ومصعب بن عمير كان اصغر منه قليلا وكانوا اقران ورفيق درب معاه، يقول وهو خير مني، وهو خير مني. ايه الخيرية؟ ازاي شايفه ازاي خير منه؟ يقول وهو خير مني، فما وجدنا لما قتل، فما وجدنا له إلا كفنا إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه. خير منه ازاي؟ بيقول لك لما اتقتل ما كانوش لاقيين يغطوه، بصوا يوزنها ازاي، لما اتقتل
ما لقوش لاقين اللي يغطوه. فلما كانوا يغطوا وجهه تبدو رجليه، ولما يغطوا رجليه تبدو وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن هم يغطوا وجهه ويضعوا على رجليه الأذخر نبات طيب الرائحة. لكن عبد الرحمن بن عوف يقول إن هذا الرجل أفضل مني، قتل شهيدا، هذا الرجل أفضل مني، مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا، لم يأخذ من الدنيا شيئا، لم يحصل المال، لم يجمع الدراهم، لم يفعل كذا وكذا وكذا، لم يفعل شيء، وهو خير مني، ولم يجدوا له ما يغطونه به رضي الله عنه. بيفتكروا من كام سنة، خد بالك ده أبو عبيدة بن الجراح يموت عن عمر 75 سنة، 75 سنة، يعني بيفتكر الحادث ده من امتى؟ هو مصعب رجل عنه قتل امتى؟ في احد ولا بدر؟ في احد، يعني في سنة ثلاثة. تخيل بقى كام سنة مرت ويتذكر رفيقه، ولما يذكره يذكره بالخير، ما يقولش ده عمل فيا، ده كان بيقول عليا، ده كذا ده كذا ده كذا، لا لا لا، ما قالش ده وحش، ما قالش ده ما بيفهمش، ده لا، ما فيش كلام من ده خالص، وهو خير مني، انظر، وهو خير مني، يموت وما قالوش اللي غطوا بيه في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، قل هو خير مني. ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط، الدنيا بسطت، فردت خير كتير، مال كتير اتنعمنا بيه، ذقنا حلاوته، لكن هو مات ولم يذق حلاوته، لم يأخذ من الدنيا شيء، لأن الإنسان إذا دخل الحرب وغنم وأخذ من الغنيمة فقد حصل ثلثي أجره وبقي له ثلث يدخر له في الآخرة. ولذلك هو يقول فلم يأكل منه شيء، يعني لم يأكل من رزقه شيء، لم يأكل من أجره شيء، لم يأكل من ثوابه شيء، يعني رحل وثوابه كله زي ما هو، هجرة وجهاد وشهادة، بلا أموال بلا رصيد. مصعب نعمير لما هاجر كان صفر، مفيش معاه الأرصدة، مش كده؟ مصعب نعمير هاجر وهو مضطهد، ذهب المدينة ولم يكن معه شيء، وعاش فقيرا ومات فقيرا رضي الله عنهم، لم يملك شيء من الدنيا. ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط، وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا، خايف لحسن يكون الخير الكتير ده كله ده ثواب في الدنيا وفي الآخرة الثواب يبقى أقل. كانت سيدة عائشة رضي الله عنها لما يكون عندهم شاة مذبوحة ويتصدق بها، فكانت تقول لمن أرسلته ماذا قال أهل البيت، الناس اللي بعتنا لهم اللحم ماذا قالوا؟ يقولون قالوا بارك الله لكم. فتقول عائشة رضي الله عنها وبارك الله لهم، نرد لهم دعاءهم ويبقى لنا أجرنا، يعني هم دعونا أخذوا ودعونا إحنا كده خلاص، لا خذوا دعاءكم كمان وإحنا عايزين الأجر كله من ربنا، مش عايزين منكم حاجة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايزين حاجة خالص، أمال الإطعام ليه؟ لوجه الله. فبتقول لا خذوا دعوتكم إيه وإحنا إيه عايزين الأجر من ربنا. فهو بيقول وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا، خايف من سوء الخاتمة. عبد الرحمن بن عوف هذا الرجل الذي يبذل بكلتا يديه يخاف من سوء الخاتمة، أمال إحنا نعمل إيه؟ ثم جعل يبكي وينتج حتى عاث الطعام، جعل يبكي، تذكر أصحابه فبكى فلم يأكل، تذكر أصحابه فبكى فلم يأكل، انظر التفاعل الوجداني مع أصحابه. ونحن ربما نرى مشاهد من يقتلون أمام أعيننا على الشاشات ونأكل، يعني أنت تشاهد الأحداث وأنت تأكل، مش بقى نفسك تغدك وتعافي الطعام، لا، بلادة بقيت أنت قاعد تأكل والمشاهد قدامك عيل محروق، عيل مقتول، عيل مضروب، مرأة، رجل، قذائف، وانت قاعد بتاكل، بلادة، هذه بلادة إحساس،
بلادة شعور. فتتذكر رجل من أعوام ويبكي وينشج ويعافي الطعام، نفسه ما جيتش على الأكل. شوف كيف المحاسبة، محاسبة بيحاسب نفسه، قاعد يحاسب نفسه، يقول لك قتل مصعب وهو خير مني، ده حساب ولا مش حساب؟ بيحاسب نفسه. أين محاسبة أنفسنا نحن؟ متى نحاسب أنفسنا وكيف نحاسب أنفسنا؟ قل قتل مصعب وهو خير مني. طب أنت بقى، هل قلت مثلا فلان رحل وكان أفضل مني، فلان بيعمل وهو أفضل مني، فلان بيبذل وهو أفضل مني، ولا أنت مفيش أفضل منك؟ مفيش أفضل منك، أنت شكلك كده مفيش أفضل منك، مش كده؟ لا، الأمر غير. لازم يكون في محاسبة، لازم يكون في مراقبة حتى ترقى قلوبنا وتطهر هذه القلوب. طوبى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف غشي عليه في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه في مرضه، غشي عليه، أغمى عليه، قالوا خلاص ده مات، حتى قاموا من عنده وجللوا فأفاق يكبر. بعد ما خلاص قالوا ده مات، ففاق وقعد يكبر، الله أكبر الله أكبر. فايه، تخيل كده، أنت قلت ده مات وبعدين لقيته قايم بيكبر، أنت هتعمل إيه؟ ها، تخيل قلت جدي مات، أبوك مات، وبعدين فجأة لقيته بيكبر، هتعمل إيه؟ يا إخوانا، إيه الشعور؟ فين الشعور؟ هتعمل إيه؟ هتقول الله أكبر على الأقل؟ أنت لقيت واحد كان ميت وقام كبر الله أكبر، أنت هتقول الله أكبر، مبسوط فرحان إن الراجل ما ماتش، مش كده ولا أنت عايز يموت؟ عايز تورس؟ عايز التركة؟ طبعا سموه بيقول الله أكبر، فكبر أهل البيت كلهم. ثم قال لهم غشي علي آنفة، أنا أهم علي من شوية بالسفسر، قالوا نعم، قال صدقت. انطلق بي في غشيتي رجلان، أحدهم أجد فيهما شدة وفظاظة. بقولك لما أهم علي جولي رجلين فيهم شدة وفظاظة، خدوني وانطلقوا بي. فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال أين تذهبان بهذا؟ الاثنين الغلاظ الشداد دول طالعين، قلت تعالى هنحاكمك عند العزيز الأمين. فهم طالعين قبل واحد تاني، قال لهم أين تذهبان بهذا الرجل؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال ارجع بي، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. لهم ارجعوا، هذا ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قالوا ارجعوا، وسيمتع به بنوه، يعني كمان الغشة دية والمرض ده هيموت فيه؟ لا مش هيموت فيه. فعاش بعده شهرا، عاش شهر بعد كده ايه، وتوفي رحمه الله. فطوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة، فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وحمل جنازته إلى قبره خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وصلى عليه ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وشيعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول اذهب فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها يرحمك الله. يعني يقول ايه؟ يعني هو يقول له اذهب، يعني غضبان يعني، ولا يقول له اذهب، انت عشت في صفوها ومشيت قبل كدرها، يعني انت عشت في الصفو، عشت في اجواء واوضاع كان الناس فيها ورق لا شوك فيه، اصبح الناس شوك لا ورق فيه. فيقول له اذهب فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها يرحمك الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.